تفضل يا حج. وين الغرفة يا عمي؟ هي يا والدي. هذه الغرفة. هذه الغرفة. تحكي من عقلك. حج 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 يا شباب شباب كسر معي. حج حج ما لغم عليه. ما قلنا لك حج هي الدكتور هوني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حج حجي يا حج صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. أنا بحلم ولا بعلم يا جماعة؟ أنا بحلم ولا بعلم؟ طلعت قلبي عليك يا حاج. لا يا عمي، بس أنا لما نمت عليها نسيت الدنيا واللي فيها، ارتحت. هذه الغرفة. هذه هي حاج الغرفة. هذه الغرفة هي اللي أنا راسمها ومفصلها بالإبرة وبالمسمار زمان من ابن خيالتي. قديش أحسب لي إياها من الآخر؟ من آخر اللي بلكي شريتها قبل هالعرس. حاج أنت روح جيب العريس ومنختلفش إن شاء الله. أجيب مين يا أخي؟ جيب يا حاج العريس ومنختلفش. حياك الله. يا ابن الحلال، كل هذا مش معبي مش معبي عينك. أنا العريس بشحمه وبلحمه. أنت العريس يا حاج. أنا العريس. ها معناته هون يا حاج إلك كمان مفاجأة. شو خير إن شاء الله؟ هادي يا حاج راكبة واصلة إلك في الخليل ب5000 شيكل. راكبة واصلة كمان؟ راكبة واصلة. تعال أقول لك. اسمع، هلقيت هلقيتي حمل لي اياها. بروح ادفع حق حج راي وحمل لي اياها عشان بدي افرح العروس. يلا سوي مفاجاه للعروس. يلا قبل ما اوصل بكون عندك حج. انت بس سوقنا. وين راحت العصا؟ خلص بدكش اياها. والله ما بدي اياها. روح مع السلامه.